السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نأخذ تمرين جميل راح يساعد على تطوير إمكانياتكم على الآلة، يساعد أيضا على إنه يكون في توافق أكبر ما بين الإيد اليمين والإيد اليسار في العزف، وهذا شيء مهم بالنسبة لكل العازفين بمختلف مستوياتهم. التمرين راح ناخذه احنا على مقام عجم الدوم. راح يكون التمرين معنا بالشكل التالي، راح اعزفه انا بعدين راح نطبقه بطريقتين بالنسبة لحركة اليد بس، اما كجملة كنغمات هي نفس النغمات بس الاختلاف راح يكون في التطبيق بحركة اليد ضربات الريشة. راح نتعرف اكثر عليهم. خليني اعزف لكم التمرين بداية بشكله الأول وشكله الثاني بعدين نبدأ نفصله. جميل. طبعا نذكر مقام العجم للتذكير فقط، وهو دو قرار بالإصبع الثالث على الوتر الرابع، ثم ري وتر ثالث مطلق، ثم مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، ثم فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، بعدها الصور مطلق على الوتر الثاني، اللا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، ثم السي بالإصبع الرابع على الوتر الثاني، وأخيرا الدو جواب بالإصبع الدو جواب وتر أول مطلق. هذا هو مقام العجم. التمرين راح يكون بالشكل التالي، راح أدي بسرعة معتدلة الثاني. نفس التمرين راح أدي بالشكل التالي. اول شيء راح نعزف دو ومي 8 مرات، يعني دو مي دو مي دو مي دو مي، هذه 4، نرجع نكررها كمان 4، دو مي دو مي دو مي دو مي. جميل. اذا دو اصبع الثالث والمي بالاصبع الثاني، ولازم تبقي الاصبعين على عفوا على النغمه، الدو تبقى بالاصبع الثالث على الوتر الرابع والمي بتبقى بالإصبع الثاني على الوتر الثالث. إذا ما طلع معك النغم بالشكل هذا بيكون أنت عندك مشكلة في أصابعك، بيكون إصبع واحد من أصابعك أو غالبا الدور إصبع الثالث مايل وقاعد بيلامس الوتر اللي تحته اللي هو وتر الري، فبالتالي لازم تكون ايدك مكورة بالشكل هذا وتعطيها دفعة للأمام حتى يجي الإصبع يتعزف بباطن الإصبع. جميل. هنا لازم يكون على ما يكون إصبعك بالشكل هذا، يكون بالشكل هذا، بهالشكل هذا تكون اليد بهالشكل هذا. جميل. إذا دو مي 8 مرات. ممكن وانت تعزف دو مي تعيد 1 2 3 4 5 6 7 8، بعدها ري فا، ري وفا، ري مطلق وفا بالإصبع الثالث،
بعدها مي وصول أيضا 8 مرات وتخلي المي بالإصبع الثالث دائما على الوتر. والفا واللا أيضا بالثالث الثاني زي ما كانت الدو والمي 8 مرات. وأيضا بعدها الصول والسي عن الصول والسي ما بنقدر نخلي الإصبع الرابع ثابت لأنه محتاج إن إحنا نشيل إيدنا أو نشيل إصبعنا حتى نعزف الصول مطلق، لأن الصول مطلق بيكون وتر ثاني مطلق والسي بتكون بالإصبع الرابع وتر ثاني. إذا 8 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدها لا مع دو الآن نبدأ بالرجوع بالرجوع زي ما كنا زي ما صعدنا نرجع قبل اللادو كان عندي سول سي نرجع للسول سي من قبلها كان عندي فا مع لا من قبلها كان عندي المي مع الصول من قبلها كان عندي الري مع الفا قبلها كان عندي الدو مع المي اللي هي بدينا فيها. في النهاية تعزف السلم صاعد وهابط بتقول جميل وبتختمها آخر شيء بهذه الجملة بالشكل هذا. بتثبت إصبعنا على الدو وأيضا نثبته على المي وبنجر الريشة جر من دو إلى دو مرورا بدو ومي وصول ودو بهالشكل هذا. إذا كان عندك بعض النغمات مش واضحة تأكد من وضع إيدك تتأكد من وضع ايدك من حيث انه ما يكون في اصبع ملامس اي وتر مش لازم يكون عليه. اذا هذا هو التمرين نعيده مرة اخرى على البطيء. دو مع مي دو مي دو مي دو مي دو مي 8 مرات ري فا مي صول بهذا الشكل جميل. اذا هذا هو التمرين. لاحظت معي ان احنا عزفنا بتتابع ما كان في اي توقف بين جمله وجمله. دومي 8 مرات تليها ري فا 8 مرات تليها مي سول 8 مرات تليها فا لا 8 مرات تليها سول سي 8 مرات تليها لا دو 8 مرات ونبدا بعدها بالرجوع سول سي 8 مرات فا لا 8 مرات مي سول 8 مرات ري فا 8 مرات دو مي 8 مرات بعد نعزف السلم صاعد هار دو ري مي فا سول لا سي دو سي لا سول فا مي ري دو دو مي سول دو مع بعضهم اربيج. اوكي هذه هذه فكرة التمرين. لو لاحظت معي احنا كنا نأدي التمرين بريشة الصد الريشة البسيطة كلها دو مي وهكذا كلها كانت ريشة صد. الأسلوب الآخر طبعا بعد ما تدخل الأسلوب الأول هو ريشة صد كلها تبدأ تحاول أنك تأديها بريشة صد ورد صد ورد. أول نغمة راح تكون صد النغمة اللي بعدها راح تكون رد يعني دو صد
ميرا دو صاد ميرا دو صاد ميرا. ثمان مرات ايضا ري فا صاد ورد ري صاد والفا رد. والمي صول ايضا مي صاد وصول صول رد. فا لا فا صاد واللا رد. الأولى صد والنغمة التالية رد. صد بنقصد ريشة هابطة والرد بنقصد ريشة صاعدة. إذا صول سي بعدها صول صد والسي رد. لا دو صد رد لا صد ودو رد. نرجع زي ما صعدنا صول صد وسي رد وفا ولا فا صد ولا رد. مي صول مي صد وصول رد وري فا ري صد والفا رد. دو مي دو صد ومي رد. الآن دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. دو صد ري رد مي صد فا رد صول صد لا رد سي صد دو رد. نرجع سي صد لا رد صول صد فا رد مي صد ري رد دو صد. اذا دو صد رد صد رد صد رد صد رد وهكذا. في هذه الطريقة أنا بدي أنصح نصيحة بسيطة وهي ما تبالغ بحركة ريشتك سواء في الصد أو في الرد. يعني بس مجرد ما أنك عملت الصد مباشرة انزل للرد. يعني لا تبالغ تعمل. فهمتني كيف؟ يعني لا تبالغ بمدة إيدك لضربة الريشة لأنك أنت بس مجرد ما أديتها بالصد ارجع للرد على طول. جميل. لا تبالغ بمد ايدك في الهواء. جميل. هذه نقطة مهمة كثير لأنه إذا حاولت تعزفها بسرعة راح تصير تواجه مشكلة في ايدك لأن السرعة تعتمد على حركة اليد نفسها. فإذا كانت حركة يدك بيضيع نص مجهودك في الهواء فهنا أنت راح تواجه مشكلة وراح تضطر أنك أنت تبدأ تشد في ايدك. والشدة في اليد أثناء العزف هذا غلط كبير ولازم تتجنبه. لازم تكون ايدك دائما مرخية دائما مسترخي حتى أنت نفسك تستمتع والشيء اللي انت قاعد تأديه اولا. جميل. وحتى تطور من امكانياتك لازم تكون مرخي وتكون جدا 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 ريلاكسيشن يعني عندك راحة في العزف. جميل. هذا شيء اساسي وضروري جدا في اي عازف في الدنيا. راح نأدي التمرين لمرة اخيرة بالطريقتين. الطريقة الاولى صد صد. الطريقة الثانية صد رد. صد صد راح يكون الأسلوب الثاني هو صد ورد. Thank you.
هذا هو التمرين كامل إن شاء الله. أتمنى تكونوا استوعبتوا، وأتمنى أنه منكم تأدوا باستمرار. هذا تمرين جدا مهم وجدا رائع. أدوا التمرين باستمرار، كل ما تبدأ تمسكوا عودكم خلوا بداية تمرينكم تستهلوا فيه تمرينكم على الآلة. جميل، تمنياتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء.